هكذا هي عملية التسخين العضلي، وهكذا هي عملية الشحن المعنوي. نريد لتلك الطفلة الباكستانية صاحبة الست سنوات أن تذهب إلى المدرسة عوضاً من أن تقضي يومها في إيصال الماء لعائلتها. وهكذا كانت الانطلاقة. عشرات العائلات ومئات آخرون من سكان شمال فرجينيا خرجوا في مسيرة رمزية في منطقة ريستون لإثارة انتباه الرأي العام إلى أزمة المياه النقية في كثير من أجزاء العالم وفي مناطق النزاع بصورة خاصة. معدل المسافة التي تقطعها النساء في إفريقيا للحصول على الماء تصل إلى 5 كيلومترات، وهذه هي المسافة التي نقطعها اليوم في إشارة رمزية لتضامننا مع أولئك النساء. هذه المسيرة التي تعبر عدة ولايات أمريكية، كانت أولها في نيوجيرسي ثم كاليفورنيا وهذه في فيرجينيا وأخيرا في شيكاغو منتصف الشهر المقبل، حققت كثيرا من أهدافها بحسب منظميها. نحن لازم نعمل توعية بأنه نحن بنحب الناس، أنه نحن عم نمشي لهم. كثير من المشاركين في المسيرة جاءوا بغرض التعبير عن تعاطفهم مع أولئك الذين يعانون في سبيل الحصول على كميات كافية من المياه الصالحة للشرب وسط مخاطر تهدد حياتهم في مناطق العالم المضطربة، كما هو الحال في قبائل باكستان وإقليم دارفور وكينيا والصومال. كثير من الأطفال جاءوا اليوم للمشاركة في المسيرة، وبعضهم أحضر مصروفه اليومي أو بعض مدخراته في البيت للتبرع بها لأجل الناس العطشة. للسنة الثالثة على التوالي تشهد منطقة شمال فرجينيا هذا الحدث الذي تحول بمرور الزمن إلى حدث اجتماعي يستقطب العائلات من مختلف الأعراق، وتسجل فيه واحدة من أفضل أشكال التضامن. هذه هي الرسالة التي يحرص المنظمون والمشاركون في هذا النشاط الاجتماعي هنا في شمال فرجينيا على إيصالها إلى كل الذين يتمتعون بوفرة في المياه في حياتهم، والدعوة والتنبيه إلى أزمة الماء في كثير من أجزاء العالم. رابح فلالي، الحرة، شمال فرجينيا.